نحب نسأل يعني حالتك العاطفية عاملة ازاي؟ مالها؟ يعني حالتي العاطفية ايه؟ بيتقال انه ان شاء الله قريب ممكن يبقى فيه حاجة يعني. إيه ان شاء الله بإذن الله. خبر حصر يا هو. مين ده؟ مين ده؟ مين ده؟ يسري. ايه؟ يسري. يسري مين يسري؟ مين يسري؟ ده بجد ده خاتم بجد وعرض جواز بجد. ده بجد. محتاج اشرح لك ايه؟ اصل المؤامرة منين؟ منين؟ رنا اموره وجميله واحنا بنحضر الحلقه قالت انا ان شاء الله يمكن ارتبط قريب انا يعني في وقالت بمنتهى اللطافه كده وحكت الحقيقه قالت بس انا مش هقدر اقول عشان انا استاذنته وقال لي لا ما تقوليش دلوقتي منا اختها من وراها هسكت مش هسكت طبعا اتفقت مع يسري انه هو يعمل لها البروبوزل هنا في البرنامج وده كان اغرب حاجه احنا عرفناها الموضوع حصل ازاي يا يسر؟ الموضوع حصل ازاي؟ هي امبارح لما كان حد في البرنامج كان بيكلمها مش عارف مين فهي عماله تشرح له الكلام اللي حضرتك قلتيه كله بتقول له انا مرتبطه وكده مرتبطه تمام فهي بعد ما خلصت المكالمه فانا جت في دماغي ان انا ابتدي اعمل لها بروبوزل هنا في البرنامج فالنهارده الصبح صحيت الساعه كانت 3 اصلا قلت نكلم منا قلت لها منا ايه رايك نعمل 1 2 3 قالت لي طب خليني اشوف مامي فلقيتها ما ردتش عليا بعدها مثلا بخمس دقايق قمت انا مكلم مامتها قمت قلت لمامتها في كذا 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 ايه راي حضرتك؟ قالت لي تمام ما عنديش مشكله قمت مكلم باباها وليد تمام قال لي تمام ما عنديش مشكله لو دي حاجه هتفرحها وتفرحك تمام Yeah.
مبروك يا مبروك يا رنا، مبروك يا رنا. انا برضو مش خايفه. انا برضو مش فاهمه. انا يا جماعه قعدت والله اتاكد، اقول لهم يا جماعه اختها بتعمل مؤامره مع خطيبها والام مشتركه والاخ مشترك، العيله كلها تامرت على رنا عشان البروبوزل يحصل هنا. انتوا عيله غريبه جدا. مبروك. انا ما كنتش اعرف. انا عارفه. ما احنا انا ما كنتش ما احنا متاكدين انك مش عارفه. اقول لك حاجه، انا بكلم عبد الله في التليفون قبل ما انزل من البيت. هو بيقول لي، هو انا كنت وصلت اصلا هنا، هو بيقول لي انا قلت له طب عبد الله طب ما تيجي يعني تعالى تعالى عادي، هكلم يعني كريم هنا في البرنامج واقول له ان هو يعمل لك تصريح تدخل. فقال لي طب خلاص انا 5 دقايق وهبقى جاي. فلقيته اللي هو لقيته معايا على التليفون. هم كلهم متفقين مع يسري، هم قالك كل باقي شكليات حلم سنين. بس الاول هي لسه ما قالتش هي موافقه ولا لا. طب ما يعني مش عارفه يعني وضع. افكر اديني فرصه افكر. يوم الحلو ده الحلوة دي. دلوقتي يا يسري انت خلصت، انت لسه هتستنى على طول؟ مستني بقالي سنين. بقالك سنين؟ والله بقالنا 7 سنين. ده قصة حب طويلة. ربنا يسعدكم يا رب. لا قصة حب طويلة. هي لسه مخضوضة ولها حق تتخض يا جماعة. اي حد مكان انا مخضوضة، انا مش عارفة ايه اللي حصل ده. قول لي يا يسري. من بداية القصة خالص، هي رنا جات لنا المدرسة وانا احنا هنجيل من بدري جدا. جات لنا المدرسة واحنا في تانية ثانوي، تمام. هي كانت مع بنت عمي في الفصل. المهم بقيت اروح لبنت عمي وهي خارجة معاها، ابتدينا بين اصحاب شوية. المهم قعدنا بيست فريند 10 شهور. قعدنا ايه؟ قعدنا بيست فريند 10 شهور. بعد كده قطعنا مع بعض. انت بتجيب لها من الاول قوي. قطعنا مع بعض خالص. بعد كده كنت مسافر الساحل، فعلى سناب شات كنت مصور عادي طريق الساحل مفيش حاجه. لا بصي يا استاذه منى، انا فهمت هو هيقول لا لي ايه. لا لا والله هو هيقول لك ان انا اللي كان نفسي قوي يا استاذه. بس دي حقيقه. هيتوه وقعتي يعني ده كل ده بتلف ان هي اللي كانت عايزه ترتبط بيك مثلا. انا كنت عايز وهي كانت عايزه. يا راجل هي ده انت لفيت الدنيا الكره الارضيه عشان تيجي تعملها بروبوزل هنا، وفي الاخر عايز تقول ان هي اللي مضايقه. ايه؟ لا مش موافقه، مش موافقه. وبعدين انت ماما مش موجوده النهارده زينب حسن. انا هلعب الدور ده. انا هلعب الدور ده. قول لي يا يسري. قول لي يا يسري. قول لي قد ايه رنا جميله واموره ولطيفه وطيوبه وشطوره وحلوه واحلى عروسه في الدنيا. اقول لحضرتك والله مش عشان هي قاعده جنبي ولا عشان اي حاجه، بس فعلا البني ادمه دي طيبه من جواها طيبه، والله صعب ان احنا نلاقيها في بني ادمه ثانيه، ودي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها فيها. اموره. هي اموره ان هي اموره، هي جواها طيبه فظيعه. ربنا يحميكم لبعض. انتوا كنتوا المفروض ترتبطوا رسمي خلال الاسابيع اللي جايه، صح؟ صح. بس ما كنتوش بتقولوا لحد خالص. لا خالص. انا كنت حابه ان هي يعني تبقى الحاجه اوفيشال، لاني بحب لما اجي اظهر بشكل اوفيشال جدا. لا انا مبسوطه قوي 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 قوي. اول حاجه عشان انا كان يعني كان 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 نفسي اطلع مع حضرتك، ويوم لما اطلع مع حضرتك يتحقق حلم بقالي سنين، حلم سنين بجد. و اذا بتعيط مبروك مبروك.
مبروك 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 يا مامتها، مبروك زينب حسن، ببارك لكم. انا بصوا هقول لكم، انا عارفه انه الشباب دلوقتي يعني مجانين شويه، ها بس يعني اخر حاجه كنت اتخيلها ان انتوا انه ده يحصل اصلا المرحله دي. يعني انا الشباب اقول لهم يا جماعه متاكدين هيعملوا بروز لنا؟ متاكدين؟ طب راجعوه، طب راجعوها، طب اي حاجه يعني. انا برضو مش مستوعبه. طب قولي له اي دو اي دو جدا دارا انت خلصت واشتغلت ومعتمد على نفسك بشكل كامل يعني. انا في الاول خالص انا اصلا كنت انا اتخرجت من جامعه ما لهاش دعوه بشغلي اللي انا شغال فيه دلوقتي. اللي حصل هي لما حصل لها الظرف بتاع باباها ده، انا والدي توفى وبعدها بالتلاتين يوم والد يسري توفى، فكان في ظرف كبير قوي طبعا، الف رحمه ونور عليهم، وكان نفسي ان هم يكونوا موجودين دلوقتي، بس ده كان ظرف كبير قوي وكان حاجه شقلبت حياتنا 180 درجه. فيسري كمل بقى، خدت كمل. بس بعد ما بابايا توفى فاحنا انا واختي بس ولد وبنت، فابتديت انا اغير الميجر بتاعي كله تماما وابتديت انزل شغله، وخلصت كان اخر سمستر عندي في الجامعه ونزلت بقى، ابتديت من هنا رحله الكفاح في شغل بابايا. بصدقيني رحله الكفاح انا اصلا ما كنتش متخيل ان انا ممكن اكون في الحته دي ولا ان انا اقدر اتحمل المسؤوليه دي كلها. الحياه خطفتكم انه وفاه والدك. بس تجاوزتوا الموقف وتوفقتوا وزي ما بيقولوا ربنا كده لما بيدي امارات بالتيسير، موافقه الاهل، انه هي تنجز في شغلها، انت تنجز في شغلك، في تيسير حاصل. هي كل حاجه كانت سهله لحد النهارده، اليوم كله كان سهل الحمد لله. احنا اللي كنا مرتبكين. طيب مرة تانية أي قصة حب حلوة بتتبني وبتبتدي كلنا قلوبنا بتكون رايحة لها. كل الدعوات لكم بالتوفيق وبالمحبة وبدوام العشرة الحلوة، وإن ربنا يتمم لكم على خير. ألف مبروك ليك يا رانا، ألف مبروك يا يسري، ألف مبروك لعائلاتكم. وأنا زي ما قلت كده، أنا نفسي مش مستوعبة الموقف اللي حصل، بس أهو حصل يعني. هو الرجل يتقدم في البرنامج والعيلة موافقة وأنا ماليش دعوة. كلنا قولي أنت مش زعلانة من منا ومن عبد الله ومن مامتك إن كلهم عملوا المؤامرة دي عليكي؟ مش حاسه ان هم خدعوكي؟ هم خدعوني، بس احلى خدعه في الدنيا. يا حبيبتي ربنا يسعدك يا رب. الف الف مبروك رنا رئيس، واعلان خطوبتها رسميا من يسري علي، اعلان رسمي، الف مبروك. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.